قال أمين شباب حزب الاتحاد عماد سلامة، قال إنه تم طرح أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الداخلي بمصر والتي تساهم في نمو الاستثمار من عدمه. وأشار سلامة خلال لقاء مع التلفزيون المصري إلى أنه تم استعراض بعض التوصيات التي تساهم في إيجاد تربة خصبة للاستثمار. تم طرح عدة أبرز التحديات اللي بتقابل الاستثمار الداخلي في مصر واللي بتساهم في نمو الاستثمار من عدم، وبعض التوصيات اللي طرحها بعض السادة الحضور اللي تساهم في ان احنا نطلع بتربة خصبة للاستثمار الداخلي. وكان من ضمن الكلام اللي اتقال النهاردة ان المستثمر دايما محتاج انه يبقى عنده طمأنينة، عنده حوافز، عنده راحة داخلية، ما يبقاش بيقابله اي كسور تشريعية او اي مشاكل داخلية. ده بيحصل عن طريق ان هو يكون النهاردة في خريطة استثمارية موجودة بتدي فترات زمنية محددة، ما يبقاش فيها تعديلات تشريعية مستمرة، ما يبقاش عنده كل شوية تخوف من مشاكل ما متعلقة سواء بتشريع داخلي أو بتوصيات تنفيذية أو بإجراءات تنفيذية. الأمور دي كلها متعلقة أننا النهاردة ما يبقاش كل شوية عنده ضرائب فرض، ضرائب تصاعدية بشكل ما، أو يحصل له تخوفات. كل ده الأمور دي كلها اللي بتساعد على نمو الاستثمار الداخلي.